يا جماعة بجد جايباني على ملا وشي وبالمنظر ده، وبتقول لي عملت الكسكسي وعايزاك تدوقيه. يا جماعة ما كملتش 5 دقايق في المطبخ، عملته ازاي؟ عايزاك تقيمي بالله عليكي، دوقي كده دوقي كده دوقي دوق ايه ده؟ ايه؟ ايوه يعني ثواني ازاي طيب؟ اختراع مريم روع. روع بمعنى الكلمة يا جماعة. بذمتك حلوة؟ لا تحفة مش حلو. بس الترند حلو والترند وحش، ندمت ان انا جربته، يا ترى هعمله تاني ولا لا، ومين صاحبة الترند الحقيقية؟ تعالوا بقى نشوف ونجرب احنا كمان. انا دايما يا جماعة ما بحبش احكم على حاجة غير لما اجربها، فانا هجرب زيكم بالظبط. دلوقتي معايا كوباية من دقيق السميد اللي هو دقيق بتاع البسبوسة، بس بنجيبه سايب من العطار ما يكونش عليه اي اضافات بتاعة البسبوسة. وبصراحة قلت هعمل كوباية وترددت، ده احنا كوباية على ما كل واحد يدوق يعني هتكون اتنسفت، ده انا ممكن اخلص الكوباية دي وانا بدوق على النار اصلا. فقررت طبعا يا اولاد ان انا اعمل كوبايتين من دقيق السميد، وبعد كده هجيب طاسة او حلة واحط فيها معلقتين كبار محترمين من السمنة البلدي، طبعا الاحسن تكون سمنة بلدي، كسكسي بيحب السمنة البلدي. واول بقى ما الطاسة تسخن معايا والسمنة تسيح بالشكل ده، هنزل بقى بكوبايتين بتوع دقيق السميد يعملوا تش زي ما انتوا سامعين، وهبتدي اقلب كل الكلام ده كويس جدا بحيث ان كل حبات السميد تتغلف بالسمنة. هنا بقى تشموا ريحة حلوة جدا جدا، بس يا دوبك اول ما يتشرب معايا السمنة كلها بالشكل ده بنزل بقى بكوبايتين من المية. عدد الكوبايات بتاعة المية قد عدد الكوبايات بتاعت السميد بالظبط، والميه دي يا جماعه مش سخنه ولا حاجه، ميه من الحنفيه عادي خالص. وببتدي اقلب كده، وهنا اول ما السميد يشرب الميه كلها هحسب بالظبط يا جماعه 5 دقايق. انا هوريكم الساعه، بصوا الساعه دلوقتي 4:53، فانا فضلت بقى لمده 5 دقايق اعمل اللي انتوا شايفينه ده، يعني بقلب كده واكسر، هنا يبان معجن وكده، بس لا الميه دي كلها هتتبخر يا دوبك في 5 دقايق بالظبط. النار تكون زي ما قلت لكم اعلى من المتوسطه بحاجه بسيطه، وبتقلبوا كده، ابتدى يفرول معايا زي ما انتوا شايفين، وهنا بقى كانت خلاص عدى 5 دقايق زي ما انتوا شايفين كده مفرول وزي الفل، شايفين بقت 4:58. وطبعا هتيجي طنط فاز لوكا تقول لي هو ازاي بنتك عرفت تعمل كسكسي؟ يعني هقول لك يا حبيبتي انا فلاحه، بنت فلاحه متربيين على المخروطه والكسكسي والعيش الناشف اللي هو الرقاق الناشف والطري والبتاو والحاجات دي، ماما ربنا يديها الصحه يا رب بتعملها على طول، فعادي جدا احنا عارفين طعم الحاجات دي كلها، ولادي متعودين عليها. المهم يا اولاد هنا خلاص عدى 5 دقايق، وبحاول ابرده بقى مستعجله جدا عايزه ادوق بصراحه، وقلبت الثلاجه كلها على البرطمان اللي فيه سكر مش لاقيه السكر المطحون نهائي، يعني مستعجل يعطلك الله. فروحت بقى طحنت شويه سكر بسرعه جدا جدا، وهنا بقى كان خلاص هدي من السخونيه زي ما انتم شايفين، وبصراحه يا جماعه ريحته حلوه قوي قوي، وعايزه اوريكم هو مفلفل ازاي. يعني لما تلاقي حته كده ماسكه نفسها ما تغطيش عليها بالمعلقه، يا دوبك ضغطه كده بين ايديكي بتفرول وتبقى زي الفل. مريونا يويو تعالوا بسرعه بسرعه بسرعه، تعالوا بسرعه هتدوقوا كسكسي. اه صدقيني انا بموت فيها، والبرايك بمنتهى الامانه. تعالوا بقى نعمل شويه وعليهم لبن علشان نشوف هيعجن ولا هيطلع مفرفط. برضو حطينا شويه كسكسي وعليهم شويه لبن وشويه سكر بودره، وبرضو طالع يا جماعه تحفه زي ما انتم شايفين. بصوا الفروله بتاعته بجد خطير، قوامه تحفه، ريحته جميله، طعمه يجنن، حلو قوي قوي من غير بقى غربال ولا مصفه ولا نقعد بقى نحط في الكبه ولا نفرك بين ايدينا، اسرع واحلى كسكسي يعني شبهه بنسبه 90%. ايه الحقيقه انت جايباها من عند تيتا؟ يعلم الله لسه عاملاه حالا. تحفه. كم من 10؟ كم من 10؟ 10 من 10 بوسه. يا كوتي كوتي بجد اختراع رهيب وتحفه جدا جدا، تسلم ايديكي يا ست الكل، يا اللي عملت لنا الترند الحلو ده، الوصفه الحلوه دي من عند صفحه اسمها يا جماعه حته عجين، بجد تسلم ايديها. هفطر واتغدى واتعشى بيه. طبولي. والله 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 جاي تعالي كام عشان تقولي كده. وطبعا ما ينفعش مريم روعة تعدي الموضوع من غير تاتش، فروحت حطيت عليه نوتيلا، بس مش من المقاطعة، من اللي هي البديل. بصراحة يا جماعة خطير، جربوها بجد. مش عارفة اروح فين، هي جمايلك جمايلك مغرقانة يا ست الكل. ولو عجبكم الفيديو ده وحسيتوا ان المحتوى ده يستاهل الدعم مش الدف، دوسوا لايك وشير، وكنت معاكم مريم روح وانجي نجيب، واشوفكم الوصفة الجاية. باي باي.